والإنسان في هذه الدنيا بلاء، يعني في بلاء محيط به على أوجه متنوعة، ما من أحد إلا وله من البلاء ما يشغله ويتبين به صدق صبره وإيمانه وعبوديته لربه جل في علاه. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحسن النظر فيما يجريه الله عليه من الأقدار، فإن الله يبتليه ويختبره بهذه الأقدار ليرى صدق إيمانه، ليرى ما في قلبه من يقين، من إيمان، من توكل. فإذا أرى الله من نفسه خيرا كانت تلك البلايا مفاتيح لأجور. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. نسأل الله أن يفرغ علينا صبرا وأن يرزقنا البصيرة وأن يجعلنا ندرك حقيقة الدنيا. الدنيا ليست دار مقر، فلا نكثر الشكوى. الدنيا دار عبور، دار اختبار، الشكوى منها هو الأصل، يعني بمعنى تعثر حال الإنسان فيها هو الأصل. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وإنما أنت حاول أن تجتاز هذا الكبد بما أمرك الله تعالى لتسعد وتنعم وتطيب نفسك وتنال الحياة الطيبة. الطيبة ما لا تعني أنه ما في بلاء ولا في مصاب، حتى مع المرض حتى مع المصاب تنال حياة طيبة إذا امتثلت أمر الله عز وجل. حياة طيبة الآن بما يفيضه الله على العبد من اليقين وشرح الصدر وطمأنينة الفؤاد، وفي الآخرة بالأجور التي لا حد لها ولا حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.